السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا الايطالي بطريقه سهله جدا وعجينه طريه وهشه وتحفه، هتعجبكم جدا باذن الله. هنعمل بالسجق وبالسوسيس وبالتونه، وهنعمل كمان الكاتشب مع بعض، وهنعمل صلصه البيتزا مع بعض. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق، ومعايا معلقه كبيره سكر، ومعايا رشه ملح، وكيس خميره، وكيس لبن، وهقلبهم بقى كويس جدا. هنزل بقى بالميه واحده، هحط بقى بقيه الميه اهي، وهعجن بقى فيها لحد ما تبقى معايا كوره كده. لمت معايا خالص اهي، بقت كوره اهي، كوره يعني عايزينها تبقى ناعمه كده، تبقى حلوه اهي. تمام كده، وهحطها بقى، وهضيف عليها اخر حاجه معلقه بس ايه، زيت، معلقه صغيره كده زيت. وهسيبها بقى تخمر كده ساعه عقبال ما نعمل مع بعض الكاتشب والصلصه بتاعت البيتزا. هعمل دلوقتي اللي هي الصلصه بتاعت البيتزا. دلوقتي عندي نص كوبايه ميه بتغلي اهي على النار، هنزل بيها بقى بالطماطم قطعتها، وعندي بصل برده متقطع، وثلاث فصوص توم بس كده ياخدوا غلوه كده. استوت خالص اهي، هسيبها بقى تبرد، وهضربها في الخلاط، ونحط التوابل مع بعض كده. ضربتها في الخلاط اهي، هحط بقى معاكم دلوقتي التوابل. تمام، هحط نص معلقه ملح، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه توم باودر، ونص معلقة بصل بودر، وعندي هنا نص معلقة زعتر، وهقلبهم بقى كويس جدا كده. واخر بقى حاجة هضيفها معلقة زيت بس كده. يبقى الصلصة عندي جاهزة، صلصة البيتزا. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الكاتشب. حطيت حلة اهي على النار، وهنزل بيها بكوبايتين طماطم مبشورين او مضروبين في الخلاط، بس اهم حاجة من غير بذر وقشر، اهم حاجه ناخد العصير الطماطم بس اهو، من غير ولا بذر ولا قشر، متصفيه كويس جدا. هسيبها بقى تغلي بس شويه، واحط عليها المكونات كده. سبتها غلت شويه اهي، هحط بقى عليها معلقه صلصه، معلقه صلصه كبيره، وهحط عليها نص معلقه ملح، هحط عليها 3 معالق سكر، و3 عيدان قرنفل، هحط عليها نص بصل بودر وثوم بودر، نص ونص، نص معلقه ونص معلقه، وهحط ربع كوبايه خل، خل ابيض عادي. اقلبها بقى كويس جدا، وهسيبها تغلي شويه تاني كده. غلي الكاتشب اهو، هسيبه بقى على نار هاديه جدا، هوطي عليه النار كده. قوامه تقل معانا اهو، رفعته من على النار، وهشيل بقى منه القرنفل دوت، ما تنسوش طبعا تشيلوه، وهسيبه بقى يبرد، وهحطه في ازازه كده معقمه اهي، اي ازازه عندك عقميها، وهحطها جوه كده. حطيته في الازازه اهو، وانضب بكتير من اللي بيتباع في الشارع يعني. يعني من كوبايتين عصير طماطم عملنا ازازه كاتشب، وعملنا بقى كمان الصلصه بتاعت البيتزا اهي. تعالوا بقى نشوف البيتزا مع بعض، نشوف كده العجينه. هنشوف بقى العجينه بعد ساعه دلوقتي اهي، خمرت اهي وبقت جميله جدا اهي. هديها بوكس بقى حلو كده، واخدها بقى هنا اهي. عجينه جميله، ما تلزقش معانا ولا اي حاجه اهي. هعملها بقى 3 كور كده اهي، وهجيب بقى النشابه، وهنعمل مع بعض كره كره، واحطها في الصينيه. اخدت اول كوره اهي، هرش بقى شويه دقيق كده، مش كتير، هي كده كده ما بتلزقش العجينه كويسه معايا. هفردها بقى كده اهو، كده فردتها اهو، اخدها بقى احطها على الصينيه واحده واحده كده. انا هعملها على بيتزا عائليه، هعمل بيتزا عائليه وبيتزا برده صغيره، يعني هعمل 2، هعمل واحده بالتونه وواحده بالسوسيس، دول الكبار، وهعمل واحده تاني بالسجق صغيره، يعني هعمل ايه 3 بالـ3 كوبايات دقيق.
هيعملوا لي 3 صواني وهي، والسمك بتاعها حلو. هعمل بقى الثلاثه كده، هفردهم كده واوريهم كده. حطيت فردت الثلاث بيتزات اهو، وهنشوف بقى الحشو بتاعه دلوقتي. هنجيب السجق والسوسيس والتونه وهنحشوهم دلوقتي مع بعض وهنشوفهم. هعمل دلوقتي بالسجق معاكم. عندي فلفل الوان مشكل او اخضر اللي يعجبكم اللي عندكم، وعندي بقى قوطه، بس اهم حاجه ناخد اللحم بس مش عايزين الميه بتاعتها. وعندي زيتون اسود واخضر، وعندي الصلصه طبعا اللي احنا عاملينها مع بعض، صلصه البيتزا. وعندي السجق شوحته على معلقه زبده كده على النار شوحته، على فكره انا اللي عاملاها، هبقى اعمله ان شاء الله معاكم كده سجق، طريقه السجق. وعندي بيتزا، وعندي قصدي جبنه موتزاريلا، وعندي جبنه مشكله، يعني اي جبنه عندك، ميكس جبن يعني. تمام، هنحطها بقى دلوقتي مع بعض. ناخد كده من الصلصه بتاعتنا، جميله جدا، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، احسن ما من اللي بتتباع في الاكياس اهي. وهضيف بقى كده اهو على الحروف. وهنزل بقى بيها كده اهو، هعملها كلها كده كده. حشيته من الاطراف كله، حشيته من جوه، حطيت طبعا الصلصه كده على الحروف ومن جوه. هحط بقى الوقت الفلفل اهو، وهحط برضو القوطه كده عشوائي كده، مش لازم نرص. هحط برضو الزيتون، احط برضو ميكس الجبن عندكم، وعندكم ما عندكوش عادي مش مشكله يعني، ميكس الجبن. نكتفي بالموتزاريلا، واحط برضو الموتزاريلا عليها. هسويها بقى من تحت الاول، واول ما تاخد وش كده من تحت هقوم حطها ايه، حطها من تحت. هعمل بقى كل البيتزا اللي عندي كده، اللي هي بالسوسيس برضو، وهعمل بالتونه بس اللي هما ايه الكبار، هعملهم بقى هما الثلاثة وهوريها لكم برضه. شوحت برضه السوسيس برضه، شوحته كده بحتة سمنة كده أو زبدة على النار أهو، وبرضه برصه أهو. أنا قلت برضه أوريه لكم أهو، أحط برضه من فوقيه الجبن بقى. وهعمل برضو بالتونه كده. كده خلصتهم كلهم اهو، السجق والسوسيس والتونه. هدخلهم على درجه حراره 250، هياخدوا بالظبط كل واحده فيهم هتاخد ربع ساعه، وهنشوفهم مع بعض. بصوا حبايبي كده بعد ما طلعت من الفرن، جميله جدا وسخنه طبعا، انا مش عايزه اوريها لكم وهي سخنه كده اهي، جميله، والعجينه بتاعتها طريه وحلوه قوي، يعني هتعجبكم ان شاء الله باذن الله، اعملوها وهتعجبكم. وهنحط بقى الكاتشب كمان بتاعنا اهو، شايفين تقيل وحلو ازاي، احلى من اللي بيتباع في الشارع بكتير يعني اهو، وطعمه كمان حلو يعني اهو. ان شاء الله تعملوها وتجربوها، ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسونيش في الاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.